بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث مصلحتنا في دنيانا وأخرانا، آمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. ذلك جزاؤهم، كذلك يكون thus بالإنجليز، ذلك جزاؤهم جهنم. بيان سور إن أون في كو دي كريم سون دي كريم لا دو غروند أنفيرغور. واتخذوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. الآيات قرآنية وكونية ورسل الكرام sont été traités avec dérision. دائما أهل الإسلام دائما لهذا يعبث بنا كما يشاء، لكن الناس يفرح قليلا ويبكي كثيرا. وإحنا يقول يوم إذ يفرح المؤمن بنصر العصر على الأعتاب النصر إن شاء الله. يا بني كلاب من صائنا وكرب ومن لف لفكم. واتخذوا آيات الرسل هزءا. بعد نشوفوا الآيات الأخرى التي تعنيها نحن، والسلام.